تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفاء باليوم العالمي للطاقة الذي يصادف 22 من أكتوبر من كل عام. وقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مدى السنوات الماضية عدة برامج للمساهمة بتوفير الطاقة وحماية البيئة والموارد وتحقيق الكفاءة بالاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة وتقليل الهدر. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة انتصار عبد العال، رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا بك سيدة انتصار، ولو تحدثين عن أهداف الاحتفال باليوم العالمي للطاقة وإلى ماذا يشير شعار هذا العام. مساكم الله بالنور والسرور. طبعا يهدف الاحتفال باليوم العالمي للطاقة لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، من خلال طبعا تسليط الضوء على الاستدامة وترشيد الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة من أي شيء يسهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة. إلى جانب ذلك، تحديد وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالاستخدام الرشيد للوقود الأحفوري، وأيضا تسريع عملية التحول إلى مصادر طاقة أكثر أمان. وطبعا يشير هذه السنة الشعار اللي هو تحت عنوان بجهودكم نصنع الفرق لنبدأ الآن، هو شعار يهدف إلى زيادة الوعي لدى الجمهور بالممارسات المستدامة اللي تسهم في الحد من استخدام الكهرباء والماء والتعهد بترشيد الاستهلاك. نعم سيد انتصار، لو تحدثينا قليلا أيضا حول الخطة الاستراتيجية لإدارة الفحص والمقاييس للأعوام القادمة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة. فعلا هناك خطط ومبادرات استراتيجية للأعوام القادمة بغرض رفع الكفاءة للمساهمة في تقليل الهدر للطاقة، واللي ينعكس إيجابا على المستهلك لهذه المنتجات عن طريق خفض فاتورة الكهرباء والماء على المستويين. طبعا برامجنا على المستويين راح تكون وطنية وخليجية، من أهمها برنامج أدوات ترشيد استهلاك المياه وبرنامج أجهزة التكييف ذات السعات العالية، بالتعاون والتنسيق مع زملائنا في إدارة ترشيد الكهرباء والماء وهيئة الطاقة المستدامة وكذلك هيئة التقييس الخليجية. وعندنا أيضا برنامج راح يكون جديد من نوعه، هي الرقابة على السيارات الكهربائية. وفي الأعوام طبعا السابقة كان عندنا برامج جدا مهمة، وهو برنامج كفاءة مصابيح الإنارة المنزلية، وأيضا كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف. وعندنا بطاقتين اللي هي متعلقة بالسيارات والإطارات اللي تعطينا كفاءة استهلاك وكمية الوقود. نعم المهندسة انتصار عبد العال، رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.